والحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من طرابلس دكتور محمود إسماعيل الباحث في الشؤون السياسية. ورحب بك بداية دكتور محمود. مرحبا، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك دكتور محمود. كيف نفهم هذا التغيير من قبل الجانب الفرنسي حول حكومة الوفاق، وفي أي سياقة هذا الاتصال مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج؟ بكل ثقة لابد أن والقول بأن فرنسا باحث عن مصالحها من زاوية، ولكن إمكانية الثقة في إمكانية فهم على أنها إمكانية وجود ثقة في التصرفات الفرنسية والتواصلات الفرنسية، خاصة من قبل السيد لودريان وهو حقيقة كان وزيرا للدفاع وأضحى وزيرا للخارجية، وهي ميال إلى إمكانية أن يكون هناك مناصرة لحفتر وعصابات. إذن القول بإمكانية أن يكون هذا نوع من تغير الموقف بالكامل أعتقد بأنه خلل وخلل كبير، ومن الزاوية المهمة والمهمة جدا على الليبيين سواء مسؤولين وأيضا مواطنين أن يتنبهوا جيدا في أنه لا يمكن الثقة في التصرفات الفرنسية ولا في الخارجية الفرنسية ولا فيما يجري مستقبل مع فرنسا، لأن فرنسا حقيقة داعم لمشروع محور الشر، بل هي أساس أو جزء منه، حيث أنه يوجد مجموعة من الفرنسيين قاتلوا ويقاتلون مع حفتر من زاوية، زودوه بالسلاح على وعلى مناصرته في المحافل الدولية ابتداءا مما يتعلق بمجلس الأمن ومواقفه الدولية الأخرى، وأيضا شجبهم لما يتعلق أو ممانعتهم في أن يكون لليبيا علاقات مميزة مع تركيا، وأيضا العمل على أيضا إعطاء نوع من النفس لحفتر. أعتقد جازما بأن الموضوع لا يتعدى على أنه بحث على إمكانية وجود مخرج أو إمكانية أن يوجد مخرج لمشروع حفتر من زاوية منح فرص من الناحية الزمنية من زاوية، ومن الزاوية الثانية مد بعض الخيوط من أجل نوع من العلاقة إن فشل حفتر بالمطلق وانتهى إلى مزبل التاريخ، ومن زاوية أيضا محاولة قدر الإمكان للقول بأن فرنسا تعمل مع حكومة الوفاق الوطني. الواقع العملي يجب أن يكون هناك حذر بالمطلق من زاوية فعلية، لأن فرنسا حقيقة أثبتت تورطها بالملف الليبي بشكل سلبي وهي متدخل سلبي بالمطلق، فالثقة فيها يجب ألا تكون إلا بمجرد أن يكون هناك تغير فعلي قابل للتطبيق وأن يكون مكتوبة وأن تبتعد عن التدخل وأن تلغي عملية إيريني وأن يكون هناك أيضا. طيب لو تسمح لي دكتور محمود، بعد هذا التغير الذي حصل من قبل الجانب الفرنسي رأينا أيضا تحذيرا من قبل الجانب الفرنسي كما جاء أيضا على وزير الخارجية الفرنسي إلى دولة روسيا بأن وتحذر دولة روسيا من ثورنة ليبيا وأن تجعل ليبيا سوريا جديدة. نعم، دعني أقول بأن من المهم إدراك نقطة ثانية متمثلة في أن القرارات الفرنسية هي قرارات أمريكية بعدها بخمس دقائق، أي أنها لا تملك فرنسا صلاحية باعتبارها أولا في عضو الناتو حلف الناتو، على وعلى أن الولايات المتحدة قد غيرت موقفها كثيرا وكثيرا جدا حتى وإن كان هذا التغيير متأخرا، ولذلك جاء هناك تغير فيما يتعلق بمواقف الدولة الفرنسية، ولكن هذا التغير مشوب بحذر لأن الفرنسيين مصالحهم فيما يتعلق بالدول الجوار ابتداء من مصر وأفريقيا وأيضا في ليبيا، من الزاوية الثانية هم منخرطون في الحرب منذ 2014 أو قبلها، ثالثا هم باحثون عن مصالحهم ومتنافسون مع الإيطاليين، ورابعا أيضا ليس لهم هم إلا إفساد الدولة الليبية والثورة الليبية، ولذلك لزاما الحذر ثم الحذر ثم الحذر. ومع هذا مد خيوط اللعبة حتى لا تجبر ليبيا على ما يتعلق بالناحية السياسية وهي لم تنضج بعد، ما يريد الفرنسيون هو إيقاف عمليات القتال لأن حفتر قد خسر، والتوجه إلى السياسة لأنه سيربح فيها. إذن هي لعبة من الألاعيب التي يراد تطبيقها وهي مرفوضة شكلا ومضمونا، وعلى الجميع الحذر ثم الحذر ثم الحذر. ليبيا تحتاج فقط إلى استمرارية وأن يكون هناك نفس طويل. الآن على ماذا تراهن فرنسا دكتور محمود؟ دعني أقول، إذا أراد الفرنسيون مساعدة ليبيا عليهم أن يساعدوها بالآتي: إلغاء ما يتعلق بحصار بإيرني أو غيرها من العمليات، العمل على مساعدة ليبيا في تجريم حفتر وتقديمه للعدالة، إلغاء أي ارتباط بمشروع حفتر ومساعدة الدولة الليبية رسميا في المحافل الدولية، وأما غير ذلك فهراء. سؤالي كان قبل قليل، على ماذا تراهن فرنسا في ليبيا الآن بعد أن توجهت دبلوماسيا وسياسيا إلى حكومة الوفاق الوطني؟
تراهن على بساطة الليبيين وبساطة المجلس الرئاسي حقيقة وعدم إدراكه لبعض الأمور، خاصة وأنه يحاول قدر الإمكان دغدغة العواطف، لأنهم يريدون أن يكونون لاعبين سياسيين بعد أن فشلوا أن يسيطروا على الناحية العسكرية بمعية البيدق المسمى حفيتر، ولذلك هم يتجهون إلى حكومة الوفاق من أجل الضحك على الدقون والقول بأننا شركاء سياسيون أو داعمون. نعم فرنسا عضو بارز فيما يتعلق بالمجتمع الدولي وهي أعضاء عضو دائم بمجلس الأمن، ولكن هذا لا يعطيها الحق إلا إذا أقرت بالخطأ الأول وعوضت الليبيين بمعية محور الشر والعمل على أن يكون هناك تنصل من حفتر وعصاباته. هي تعول على أن يكون لها موطئ قدم، خاصة والجميع يتحدث على ما حديث سياسي قبل أن تنضج العملية العسكرية، أو يريدون منها أن يتم التوقف عن العملية العسكرية. لماذا كانوا عميانا أو بقما وصما؟ ولذلك خلال مدة 14 شهرا، نحن نتكلم على 424 يوم من القتل والدمار للعاصمة ومحيطها ومصراتها ومقاربها، نحن نتكلم على قتل ودمار وعمليات مخابراتية وصواريخ فرنسية. لذلك واجب الحذر والعمل على أن تكون هناك استراتيجية واعية والعمل على تقوية العلاقة مع الشركاء الأتراك وغيرهم ممن ناصر القضية الليبية، وأما غيرهم فليرجعوا إلى دورهم وليحاولوا قدر دكتور محمود كما أشرت إلى التطور حول العمليات السياسية وكذلك التطور أيضا الحاصل الآن في العملية السياسية، برأيك ما الموقف الأمريكي الآن أو سيكون عليه في الفترة القادمة مما يجري في ليبيا الآن؟ إلى الآن الموقف الولايات المتحدة الأمريكية لا شك أنه تغير، وتغير كبير وكبير جدا، من بداية من سفير الولايات المتحدة لدي ليبيا والذي أعلن ضرورة إيقاف ما يتعلق بالحملة، ثم عقبه أيضا وزير الخارجية في التواصل مع السراج، ثم أخيرا ما يتعلق بتواصل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بالسيد رئيس الجمهورية التركية، والذين أبدوا وضوحا فيما يتعلق بتفاهمهم، خاصة ونحن نتكلم على أن تركيا وهي العضو الثاني أو لعلها ثاني أكبر قوة في الناتو هي حقيقة متدخلة، هناك أيضا توافقات ما بينهم وبين حلف الناتو من زاوية وما بين الولايات المتحدة من زاوية ثانية، وهناك وضوح أن الجميع يصر على عدم تواجد الروس من جهة واضحة، وأن اللاعبين البيادق الصغار كما هو الحال في دويلة الإمارات التي جزرها محتلة وأيضا السعودية وأيضا مصر لا مجال لكان يكونوا متواجدين من زاوية أخرى، أيضا ضرورة سحب ما يتعلق بهذه العصابات، ولذلك بدأ سحب أو تحرك أو تموضع الفاغنر، وإن لم ينسحبوا لأن الروس لديهم نفس طويلة من أجل التموضع أينما كان، ربما يأخذون بعض مناطق الجنوب كقاعدة الويغ أو غيرها، وربما يكون بينهم توافق ما بينهم وبين الفرنسيين للاستمرارية، وإذا دخل الروس في مكان سيكون ذلك مدة طويلة وطويلة جدا، وعلى الليبيين أن ينتبهوا. وزاوية ثانية، يدرك الجميع بأن الولايات المتحدة مقبلة على انتخابات ولديها كثير من الإشكاليات والاضطرابات، ومع هذا وذاك نجزم بأنه سيتم العمل على توظيف هذا الموضوع من أجل منع تموضع الروس، إذا كانت هناك سياسة واستراتيجية ليبية واعية يجب أن يتم العمل على الإفاب بترقية العلاقة الليبية التركية إلى علاقة استراتيجية، والعمل على مطاردة حفتر، والعمل على أن يكون هناك وضوح في العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، والعمل على تجريم حفتر وعصاباته وتقديمهم للعدالة، وأن يكون ذلك أيضا محليا ودوليا. أشكرك دكتور محمود إسماعيل الباحث في الشؤون السياسية، كنت معنا عبر سكايب من طرابلس، شكرا جزيلا لك.